في عناوين الصحف العربية نقرأ في الخليج الإماراتية أن الهدنة الأممية في اليمن تواجه رغم تمديدها شهرين إضافيين تهديدات وعقبات جمة في ظل استمرار الخروقات العسكرية التي يقترفها الحوثيون في مختلف المحافظات ولا سيما مأرب، فضلا عن غموض موقفهم السياسي من جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعودة إلى المفاوضات والبحث عن حل سلمي ينهي هذا الصراع. وننتقل إلى صحيفة الاقتصادية السعودية التي كتبت في افتتاحيتها أنه في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق المالية في كل أنحاء العالم تطرح أسئلة واستفسارات حول ما إذا كانت صناديق الأسهم الخاصة أكثر أمانا من غيرها، وبيدور جدل واسع بهذا الشأن تضيف الصحيفة. ووسط حالة الجدل هناك من يراهن على أن الخسائر التي منيت بها الأسواق المالية ستقود إلى فترة من الازدهار لهذه الصناديق. أما الدستور الأردنية فكتبت أن موضوع المرتزقة أصبح يؤرق العالم، فهم لا عنوان لهم ولا مكان للإقامة ولا شيء يشدهم في بلادهم، فهم أشد فتكا من الفيروسات الجرثومية وليس لهم أي زمان للانتهاء، وموضوعهم مرتبط بالعديد من العوامل منها أن غالبيتهم لهم سوابق بالقتل والإجرام والسرقة والإرهاب، كذلك الحقد وعدم الاقتناع بحيث لا يمكن علاج أي حالة منها.